بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، نحييكم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الجبيب للهجن العربية الأصيلة بصباح هذا اليوم الميمون، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر 11/2022 ضمن شارة الاتحاد لسباقات الهجن العربية الأصيلة بصباح هذا اليوم المشرف لتحدي سن الحقائق المسافة 3 كيلومترات. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من أرضية هذا الميدان، ميدان الجبيب للهجن العربية الأصيلة، ترحيبنا بجميع الحضور المشرفين لمتابعة هذه الانطلاقة المنتظرة لهذا الشوط الرئيسي، شوط حامل المفاجآت، شوط حامل الإثارة، شوط حامل التحدي والمنافسة. بسم الله وعلى بركة الله، هكذا بدت الانطلاقة، هكذا انطلق أول الأشواط، الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط حامل التحدي والمفاجآت، نجومية الحقائق، بل هنا يلتقي بالفعل نجومية هذا السن، سن الحقائق. نسير مع البداية الأولى والمقدمة لاستفتحت الإذاعة وسيطرت على مقدمة هذا الشوط، شعار نايد بن مسلم يقدم حضوره، يقدم تواجده اللي على المركز الأول، نايد بن مسلم العامري يقدم العبور، المركز الثاني وصلت في ملامح على المركز الثاني يقدم هذا الحضور، محمد بن حمد اليامي يقدم ملامح الشوط الرئيسي الأول، أهالي نجران متواجدين بهذا الحضور، المركز الثالث وصلت نوف، نوف 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 واسمها من 3 حروف يقدمها بن صبحة، نادر بن سعيد بن صبحة العفاري يقدم حضور نوف على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز، هناك التقدم والحضور للذاير، الذاير على المركز الرابع للسيد هادف بن أحمد بن غريب العامري يقدم حضور الذاير. المركز الخامس وصلت شرف للسيد حمد بن أخويت بن بخيت العامري من يحظى بشرف هذا الشوط، الشوط الرئيسي يبحث عن ابن خويتم بحضور شرف. المركز السادس أهالي الشويب متواجدين بهذا الحضور المشرف على المركز السادس لسيد شتيط بن سعيد بالعامري، أول الأشواط. هكذا 6 المراكز الأولى، الشوط الرئيسي على أرضية ميدان الجبيب بالفعل. هذا الملتقى الكبير، هذا الملتقى المشرف بهذا الحضور، لا زال النايد على المقدمة يقدم لنا حضور العبور اللي عبرت بمسار هذا الشوط، عبرت لائحة 1500 متر المتبقية عن خط النهاية، عابرة بقيادة هذا الشوط أهالي زاخر المتفاخرين بهذا الحضور المشرف. عبد الله بن نايد بن مسلم بالزفنه العامري ما منه سلامة، بالفعل من قدم نقد وحظى على بندقية الحقائق في مهرجان حاكم الشارقة. المركز الثاني
الثاني تتواجد الحاضرة مشاهدينا الكرام، تتواجد نوف على المركز الثاني لنادر بن سعيد بن صبح العفاري. شوف اللي حضرت وصلوا أهالي الأبيض، وصلت ولكن أيضا أهالي الساد، هذه المرشحة القوية، هذا المسمى الكبير، هذه صاحبة الشوط قبل 14 يوم، قبل أيضا بالفعل بالديوان الماضي يقدمها بالشرقي بحضوره على المركز. يا سلام، الله 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 الله، ها هي نجود سعيد بن محمد بالشرقي العامري، متابعة ابو السبعة، متابعة بن حمود، بسم الله يا ارض احفظي ما عليك. طارت 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 طارت، اقلعت نجود، الاسم الاقوى، الاسم المرشح، الاسم الاسطوري، اسم المتعود على الانجاز، اسم المتعود على الانتصار على النواميس. سلام يا الساد، سلام سلام بوابة 11، سلام سلام يا الدكتور، سلام سلام يا بالشرقي، سلام على هذا الاداء اللي تقدمه نجود. شكرا ابو السبعة، شكرا ابو السبعة، شكرا على هذا الحضور، بيض الله وجهك على هذا التقدم الكبير اللي تقدمه نجود، اللي محافظة على هذا الشوط، محافظة على هذا الانجاز، بالفعل تقدم حضورها اثبات قوي. التوقيت التوقيت التوقيت، سجل يا حدث على هذا الحضور اللي قدمته نجود. الله 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 الله، سلامي على هذا الحضور. المركز الثاني يا سلام، هناك وصلت نهب محمد بن عتيق بن زيتون. المركز الثالث كانت نوف لنادر بن سعيد بن صبح العفاري، والمركز الرابع اشطيط بن سعيد بالعامري، والمركز الخامس كان الحضور للعنود محمد بن سهيل بن عويضان. سادسا حضرت فيه اللي هي العبور، ايضا العبور لسيد نايد بن مسلم بالزفن. التوقيت ما شاء الله 4:38 يا له من توقيت ويا له من شوط مليء بالحماس والتحدي والإثارة والحضور اللي قدمته.